بسم الله الرحمن الرحيم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة اليوم العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوزيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع الجوانب بما يحقق مصالحهما المتبادلة. ورحب جلالة الملك حمد بن عيسى خلال لقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متمنيا لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مواصلة التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه. وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على ترسيخها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية. حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. كما قام صاحب السمو رئيس الدولة يرافقه جلالة الملك حمد بن عيسى بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران الذي تقام الدورة السادسة من فعالياته في قاعدة الصخير الجوية ويحتفي هذا العام بمرور الذكرى العاشرة لإقامته. وطلع سموه خلال الجولة على أحدث ما توصل إليه قطاع الطيران المدني والعسكري من أنظمة وتقنيات متقدمة وحلول متطورة. وتبادل سموه الأحاديث مع المشاركين واستمع إلى أهم مبادراتهم وابتكاراتهم متمنيا لهم التوفيق في مشاركاتهم وتحقيق أهدافهم المرجوة. وأشاد سموه بمستوى تنظيم المعرض معربا عن تمنياته بالتوفيق للبحرين الشقيقة التي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة مثل هذه الأحداث الدولية النوعية الكبرى.